معنا أيضا في واشنطن النائب السابق عن كتلة القوات اللبنانية العميد وهبي قطيشة. مساء الخير سيد وهبي قطيشة. هل تعتقد بأن كلام نصر الله عن رد حقيقي ومدروس جدا سيكون مختلف عن ذلك الرد الرمزي الذي وصف به ما سمي بالوعد الصادق في 13 أبريل الماضي؟ طبعا تحرك حزب الله يكون ضمن بعدين. البعد الأول أنه مجبور على الرد، مجبور على الرد وعلى رد كبير، ولكن يبقى هذا الرد غامضا حتى تنفيذه لاحقا. ثانيا، البعد الآخر هو أن لا يكون هذا الرد سببا لحرب شاملة في المنطقة، لأن لا أحد يريد هذه الحرب الشاملة، لا إسرائيل في الوقت الحاضر على الأقل، ولا حزب الله بشكل دائم، ولا إيران بشكل دائم. لذلك هذا الرد سيكون كبيرا، وهو بالنسبة لكل المستمعين غامض ولا يفصح عنه، ولكن قد لا يقود إلى حرب شاملة، لأن كل الأطراف وخاصة الأسرة الدولية هي ترفض هذه الحرب الشاملة كما يرفضها الفرقاء العاملون في المنطقة، باستثناء إسرائيل التي لا تريدها حاليا وقد تبحث عنها لاحقا. هذا هو الوضع الحالي وملخص الخطاب الذي تكلم به السيد حسن نصر الله. ماذا عن قواعد الاشتباك على الجبهة الشمالية لإسرائيل؟ هل سيلتزم برأيك حسن نصر الله بها هذه المرة، خصوصا وأنه وصف بأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء؟ طبعا هو في خطابه في خطابه قال سنمارس الإسناد ابتداء من الغد، أي أنه سيواصل الاشتباك كما كان سابقا على مدى الأشهر الماضية، كما كان في السابق دون تصعيد، إنما التصعيد سيحصل في أي لحظة خارج إطار الاشتباك المعتمد بين إسرائيل وحزب الله منذ 10 أشهر. سيبقى هذا التواصل وهذا الاشتباك المحدود على جانبي الحدود بانتظار الحدث الأكبر الذي يقول عنه السيد حسن نصر الله وتقول عنه إيران، والذي سيأتي لاحقا قد يكون بالتنسيق مع إيران ومع اليمن ومع قوى أخرى، ليكون ردا إما فاعلا وإما مظهريا فاعلا. هذا ما ستبينه الأيام المقبلة، وخاصة نحن في هذه الحالة لا يزال في وضع الحداد في إيران وفي ولدى حزب الله. لذلك هذا الرد سيتطلب وقتا إضافيا، لأنه يلزمه تنسيق كامل بين كل هذه القوى. هل تستثني أن يكون الرد من داخل إسرائيل؟ لا استثني ذلك، ولكن هل تمتلك إيران ويمتلك حزب الله عملاء داخل إسرائيل للقيام بعمليات كالتي قامت بها الموساد مثلا في إيران؟ هذا أمر لا نعلمه نحن إلا إذا نفذ من قبل هؤلاء العملاء. قد يكون العمل خارج إطار إسرائيل، قد يكون العمل في إحدى السفارات أو في إحدى أو ضد أي مسؤول إسرائيلي في إحدى العواصم بالخارج، ولكن أين وكيف نحن لا نمتلك، ليس لدينا معلومات عن القدرات التي تمتلكها إيران أو يمتلكها حزب الله من المعلومات الاستخباراتية التي تحرك الشارع الإسرائيلي أو ضد أي مسؤول إسرائيلي. لابد أن أعود معك أيضا، بما أن الجبهات كلها متصلة سيد قطيشة، ما كشفت عنه مصادر لسكاي نيوز عربية عن طريقة اغتيال هنية بقذيفة زرعت في مكان إقامته منذ وقت طويل وتم تفجيرها عن بعد. رواية جديدة ربما ستغير من طريقة رد إيران، ماذا تتوقع في هذا الإطار؟ طبعا حصل الانفجار داخل الغرفة وكان محدودا، أي أنه لم يكن صاروخا أطلقته أي طائرة حربية، ولم يكن صاروخا أطلقته أي غواصة حربية من الخليج أو من بحر العرب.
لذلك هذه العملية عملية تفجيرية محدودة، يدل على أن هذه العملية محضرة سابقاً وجرى تفجيرها في هذه اللحظة. هذا يدل على أن الشارع الإيراني أو بالأحرى القيادات الإيرانية مخترقة إلى هذا الحد. ويجب أن نتذكر أن في الثورة، عندما حصلت الثورة الإيرانية عام 79، آخر ملحق عسكري خرج من إيران كان ملحق العسكري الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن إيران تمتلك أجهزة جهاز استخبارات فعال داخل إيران، وقد أثبتت ذلك باغتيال العلماء الإيرانيين وبتفجير بعض الأماكن المتعلقة بالنووي. وجاء هذا التفجير أي اغتيال هنية ليؤكد أن إيران تمتلك جهاز استخبارات قوي معلوماتي داخل إيران. ولذلك بالإضافة إلى التجسس طبعا بواسطة الوسائل التقنية، هذا تمتلكه إسرائيل، إنما لديها أشخاص يعملون على الأرض داخل إيران، وهذا ما يجب أن تتنبه له إيران لحماية المسؤولين لديها أو الزوار لديها من قبل أي دولة أخرى. سيد قطيشة، هناك من يقول بأن اختراق بهذه الخطورة للأجهزة الأمنية وللحرس الثوري الإيراني من قبل الموساد الإسرائيلي يستدعي منها ردا رادعا. هل إيران معنية بهذا الرد الرادع، وأن لا يكون كما يقول البعض رد رمزي كما حدث بعد تفجير السفارة الإيرانية في دمشق؟ سيدتي، الرد الرادع ضد إسرائيل لا يلغي وجود جواسيس داخل إيران. أنا أعتقد إذا كانت إيران تريد رد ردعي، عليها أن تنظف ساحتها من العملاء، عليها أن تراقب الساحة الداخلية الإيرانية وتنظفها من عملاء لإسرائيل. طبعاً الرد الذي ستنفذه إيران وهو منتظر وبرأيي لن يقود إلى حرب شاملة، لأن الحرب الشاملة هي مضرة لإيران ومضرة لحزب الله، ولا تريدها إسرائيل في الوقت الحاضر، كما أن القوى الدولية لا تريد هذه الحرب، وتحاول الولايات المتحدة احتواء هذا الوضع الحالي لمنع تفلته نحو الحرب الشاملة. ولكن صراحة سيد قطيشة، هل استنتجت من خطاب نصر الله بأنه شخصيا لا يريد لحزبه الدخول في معركة أكبر أو في حرب أشمل؟ طبعا هذا واضح. واضح. عندما قال سنستأنف غدا، طبعا عندما قال سنستأنف غدا عملية الإسناد إلى غزة، وترك قضية الرد الذي هو مجبر على الرد لاحقا، تركها بشكل غامض، ليس لأنه لا يريد الرد، إنما تركها ليتحكم في الظروف حتى هذه الظروف لا تقود إلى الحرب الشاملة. أنا أعتقد هذا واضح في خطاب أمين عام حزب الله. طيب، نصر الله أيضا قال بأن لدى الحزب من القادة ما يسد أي فجوة. ما مدى دقة هذا الكلام من وجهة نظرك، خصوصا مع العشرات أو المئات من القادة العسكريين الذين فقدهم الحزب في الأشهر العشرة الماضية جراء هذه الحرب الدائرة؟ سيدتي، الجيوش ترتكز في عملها على الأسلحة والتدريب والمعنويات. عندما يغتال كل قادة، أغلب القادة في حزب الله، حوالي 400 قائد من مختلف المستويات وصولا إلى فؤاد شكر، قبل الدخول في الحرب، هذا يؤثر على معنويات أي منظمة مسلحة أو أي جيش يعمل في القتال. هذه عندما تذهب المعنويات تفقد الكثير من الجيوش فعاليتها، حتى لو كانت تمتلك الأسلحة وتمتلك التدريب و لذلك عندما تصاب هذه المعنويات، حتى لو أتت قيادات جديدة، تبقى المعنويات محبطة لأنها معرضة للاغتيال في كل دقيقة قبل أن تبدأ الحرب وقبل أن تبدأ المعركة. لذلك أنا أعتقد أن هذا مؤثر جدا جدا في معنويات حزب الله، مما يؤثر سلبيا على عمل كل القيادات الميدانية في حزب الله. شكرا لك العميد وهبي قطيشة، النائب السابق عن كتلة القوات اللبنانية في واشنطن. شكرا جزيلا.